ما سر اختفاء الأموال؟ يعني هيئة النزاع أيضا يعني كشفت عن اختفاء 120 مليار دينار، ما يقرب من 83 مليون دولار. يعني لا ننسى نحن يعني قبل سنوات أيضا اختفت ملايين دولارات من البنك المركزي بحجة أن الأمطار أتلفتها، وكذلك مئات الأطنان من القمح أكلتها الطيور والعصافير. يعني سر هذا الاختفاء؟ نعم، حقيقة أنه إحنا مع الأسف أنه كل هذه الملفات التي يتم الكشف عليها مدى نجد أنه مسؤول يعاقب بالعقوبة اللازمة لهذه أو المناسبة لهذه المخالفات المالية، ولم نجد أنه يعني المفروض أنه نتأمل من هيئة نزاهة أنه أي مسؤول فاسد يتم زجه في السجون لحين تزيده المبالغ التي بذمته، وبعد ذلك يتم التفاوض معهم. لكن مع الأسف أنه يتم أغلب المسؤولين الفاسدين يتم الإفراج عنهم لقاء صفقات سياسية وصفقات تبادل منافع، وبالإضافة إلى أنه على سبيل المثال مثلا هالأيام يتم النقاش حول موضوع الميزانية والموازنة، الموازنة التي من المؤمل أنه تكون لثلاث سنوات قادمة، لكن مع الأسف أنه بعض الكتل السياسية تشترط أنه إصدار قانون العفو العام في نفس الجلسة التي يتم المصادقة عليها على الميزانية. لماذا هذه الصفقات؟ هل أنه العفو العام سيطلق الفاسدين؟ يعني لماذا أنه يكون هناك تكتم وهناك تسويف لهذه الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي وممتلكات الشعب العراقي التي هم نحن؟ يعني هذه كلية المفروض أنه هذول سارقين من دمائنا ومن أموالنا. المفروض أي فرد بالشارع العراقي المفروض أنه يمتنع عن هالشيء هذا، لأنه من راح يطبق عليها المقولة القائلة من أمن العقاب أساء الأدب. وجميع نشوف جميع الفاسدين يشوفون أنه لا يوجد هناك عقوبات رادعة، لذلك يقومون يستمرون في تماديهم في هذه الجرائم، الاختلاس والسرقات وسرقات الأموال العامة وإلى آخره.